ليه انت تبيع؟ قول لنا يا استاذ الحاجات اللي انت متاكد منها. اقول لك اقول لك حاجه من الحاجات. قول لنا حاجه. احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. ايوه. اتنين لعيبه ماشيين. فهو دايما يعني لما بيجي يتكلم بيتكلم مش هقدر اقولها غير بعشم. هي تتقال كلمه تانية لكن هي مش هقدر اقولها غير بعشم. فقال له يا فلان وقال كلمتين كده. فالفلان اللعيب ده رجع له قال له انت بتتكلم كده ليه؟ اتكلم كويس. قال له اتكلم كويس. انت بتتكلم كده ليه؟ فلا كان جنبه لعيب تاني فقال له انتوا تنططوا علينا ولا ايه؟ عضو مجلس الاداره. قال له انتوا تنططوا علينا ولا ايه؟ قال له تاني قام جاي ردد عليه قال له ايه؟ قال له لا ما انتوا عايزيننا ايه؟ مش عايزيننا نكمل معاكم في المنتخب ولا عايزيننا نعمل ايه؟ فكان من الواضح ان هناك امور كثيره جدا داخل المنتخب بتحصل. الكلام ده اتقال لي من ناس جوه الموجودين. هتلاقي في حاجات كتير زي كده. طبعا. يعني اكيد.